ينضم إلينا أيضا هاتفيا الدكتور محمد فهيم، عضو المكتب الفني لوزير الزراعة. أهلا بك دكتور محمد. يعني بعد التحية بالطبع، يعني هناك نهضة كبيرة يشهدها قطاع الزراعة في السنوات الماضية، واليوم نشهد حصاد موسم القمح، وهو بالطبع من السلع الاستراتيجية. أبرز هذه الطفرات أو التطورات التي حدثت في قطاع الزراعة على مدار السنوات السابقة بالطبع فيما يتعلق بمحصول القمح. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا لحضرتك. اليوم شهدنا في أقصى جنوب مصر جزء مهم من إصرار الدولة المصرية على تحقيق وعلى إعادة ترتيب أوراقها مرة أخرى، واختارت المرة دي محصول اسمه الغلة. المزارعين مصر وفلاحين مصر والمصريين عموما بيسموه محصول الغلة، كأن هو الغلة الوحيدة من الأرض يعني. فما تابعناه اليوم هو زراعة مساحات كبيرة من القمح في إطار إن أنا أزود إنتاج محصول استراتيجي مهم عن طريق كل الإمكانيات وكل الاتجاهات الممكنة. أول هذه الاتجاهات هو التوسع الأفقي، إن أنا أزود المساحة، وده اللي حصل السنة دي فعليا، إن مساحة القمح زادت ما لا يقل عن 250 ألف فدان. ده في خلال السنه دي طبعا، واكثر من 400 الف فدان في خلال الثلاث سنين اللي فاتوا الفرق. يعني ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني اني على مستوى حتى التوسع الراسي، ان انا ازود انتاجيه وحده المساحه. كل اصناف القمح المزرعه في مصر هذه الفتره هي اصناف قصيره العمر عاليه الانتاجيه. فبالتالي قدرت الدوله المصريه من خلال مراكزها البحثيه انها تزود كمان الانتاجيه الراسيه. لو رجعنا لتوشكا كمان مره ثاني، توشكا بعد ما يعني بعد ما بذلت الدوله فيها في السنوات الماضيه جهود كبيره، ولكن للاسف ما كانش المردود على قدر هذه الجهود. فوجئنا وفوجئ العالم كله ان مصر قادره دائما ابدا على تحدي كل الصعاب. نعم. انزرع مساحات كبيره مش من القمح بس، من محاصيل كتير في منطقه مهمه من المناطق الزراعيه في مصر، وكاننا بندي نموذج للعالم ان احنا قادرين ان احنا نتحدى كل المشاكل الموجوده، وخاصه في ظل الازمات. يعني كل العالم الان متاثر جدا بازمه روسيا واوكرانيا فيما يخص القمح بالتحديد. انا قصدي الدول كتير من اللي كان عندها امان في احتياطاتها بدأت تحس وتشعر بالقلق. أزمة. نعم. فمصر مش هتشعر، يعني مصر مش هتستنى ان يحصل مشكله. فده اللي شفناه النهارده والعالم كله شافه، ولعل ان فخامه الرئيس يختار الساعه 7 صباحا. كل مزارعين مصر عارفين يعني ايه كلمه 7 صباحا. يعني بصراحه هو كان يوم ممتاز، وكان تجربه ونموذج مصري محترم، يعني ادى رسائل قويه لناس كتير. نعم، يمكن حضرتك تحدثت عن زيادة إنتاجية الفدان القمح اللي ارتفعت في الفترة السابقة. هذا يعني أن الدولة بالفعل حينما شرعت في عملية توسيع الرقعة الزراعية لم تكتفي فقط بفكرة الزراعة التقليدية، ولكن بحثت وتم عمل تجارب وأبحاث للوصول لأفضل الطرق للوصول لإنتاجية عالية من أو الحصول على أقصى إنتاجية من الفدان ومن الأراضي المنزلية. المجهودات اللي بذلتها الدولة في هذه الجزئية، المجهودات كانت واضحة جدا في العروض اللي تم عرضها اليوم أمام فخامة الرئيس. فمعالي وزير الزراعة عرض كل جهود الدولة فيما يخص التوسع الرأسي بالتحديد، موضوع استنباط الأصناف، إن أنا يكون عندي صنف يتحدى الظروف وصنف يكون إنتاجيته عالية، ده في حد ذاته إنجاز كبير وخاصة إنه مكلف. معالي وزير التموين تكلم عن الاحتياطي الاستراتيجي من سلع كتير، واحنا بنتكلم على 100 مليون مواطن استهلاكهم من السلع استهلاك كبير. دوله بحجم مصر استهلاكها من الغذاء استهلاك ضخم رغم محدوديه الموارد جدا. انا بزرع وبقلع في وبحصد فيما لا يزيد عن 4% من مساحه مصر. عندنا محدوديه للمياه وكلنا عارفين مشاكل المياه الموجوده، معنى ان الدوله تتجه انها تغطي جزء كبير من الاكتفاء الذاتي من محاصيل كتير، ومحاصيل كتير تم فيها اكتفاء ذاتي فعليا، ومحاصيل قاربت على الاكتفاء الذاتي، وحتى محاصيل الفجوه زي ما شفنا النهارده، ان الدوله مش هتقعد يعني ساكته امام ان يكون في مشكله زي ما حصلت على مستوى العالم كله في امدادات القمح. فبالتالي وجدنا يعني ودي المرات القليله في تاريخ الحديث ان يكون كل اجهزه الدوله ومؤسسات الدوله تعمل في تكامل واضح. الزراعه
للإنتاج، التمويل للتخزين ولتأمين الاحتياطات. وجدنا الكيانات الكبيرة والوطنية زي جهاز المشروعات إنه بيستثمر كل جهده في مناطق صعبة زراعيا بالمناسبة برضه، يعني وهي مناطق جنوب الوادي. كل أجهزة الدولة بقيادة فخامة الرئيس بتعمل على نغمة واحدة فقط، وهي مصلحة وحاجة وحاجة المواطن والمستهلك المصري إنها تكون في أمان. نعم، بشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمد فهيم عضو المكتب الفني لوزير الزراعة، شكرا جزيلا لك.